هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها، يستثمرها الإنسان. عشرة أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام التسعة فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام إذا خرجا في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة والفرص فواتة، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة. صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.